وخليني اخد معانا على التليفون كاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد ناجي امحى، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه. اهلا 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 يا استاذ. اهلا استاذ يوسف، اهلا بسيادتك حبيبي الاعلامي المحترم. يا رب يخليك يا رب. حظ حلو ان احنا اتقابلنا النهارده في الفطار. مصر حلوه ومصر جميله جدا. السيد المذيع وهو يتنبأ بكل المتغيرات اللي فاتت ده. لا لا لا، المذيع يجي ايه جنبك، ما تقولش كده. لا لا، ادراك واضح وبين، ومؤشرات كانت واضحه قدامك. لازم نفهم ان الدوله المصريه ولاده الدوله المصريه معطاءه، والنهارده الدوله المصريه في هذا الحفل لم يكن حفلا للافطار، ولكنه كان تعبيرا كما اتصور في تصور بسيط اذا سمحت لي عن وضع خارطه جديده لمستقبل مصر السياسي. تصور دقيق. مصر تحتاج في هذه اللحظه الى الاطروحات المختلفه، بمعنى انني معارض للنظام، اهلا وسهلا، فلتطرح رؤيتك وفقا للثوابت الوطنيه والاهداف القوميه والمصلحه العليا للوطن. كما تفضل فخامة الرئيس وأشار، لا ينبغي أن نختلف على وطن. الوطن هو غايتنا جميعا، نتفق مع سياسة نختلف مع الأخرى، ولكن دورنا جميعا أن نقف خلف القيادة السياسية، أن نطرح عليها الخيارات البديلة، أن نحسن طرح هذه الخيارات بصورة تعمق من الحوار حولها بما يجدي مستقبل أراه مشرقا، أراه مشرقا. يعني المشهد النهارده في حضرة زعماء للمعارضة السياسية لطالما وقفوا كثيرا يعني مواقف شديدة جدا، المشهد اليوم مختلف. المشهد اليوم يدل في ظل المصالحة مع قطاع مهم، قطاع الشباب، والإصرار على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. أيوة. عن الشباب، نقطة محورية لانطلاق مصر على أرضية جديدة، أرضية نثق فيها جميعا في بعضنا البعض، لا نخون أحد ولا نلتفت إلى اتهامات تلقى ما يعني جزافا، ولكن على أرضية مشتركة، أرضية الحوار. نتفهم جميعا الظروف المحيطة بالدولة المصرية. الدولة المصرية دولة عانت كثيرا في الفترة من 2011 مثل 2013 لغاية 2015. الدولة المصرية كانت بتعاني من توقف عدد الإنتاج. الدولة المصرية عانت معاناة أشد في مكافحة الإرهاب. يمكن هم دول المحورين اللي كانوا بيؤرقوا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم دول المعضلتين اللي مصر اتغلبت عليهم. لما بنشوف موقع الدولة المصرية من مؤشرات النمو الاقتصادي ومن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، مصر دولة مستقرة، مصر دولة آمنة. ويمكن سيادة الرئيس أورد في حديثه العديد من المؤشرات. مزبوط. على كفاية المخزون الاستراتيجي، على حرص الدولة والحكومة على توفير هذا المخزون، على تعدد المصادر الاكتفاء الذاتي الموجودة في الزراعة، مؤشرات اقتصادية طيبة جدا. ينبغي أن نتوقف وأن ندرك جميعا أننا في مركب واحد، وأن هذا المركب له قيادة تتمتع برؤية حكيمة ترغب في الاستماع إلى الجميع من أجل التوافق على أهداف وطنية ثابتة وراسخة للدولة المصرية، وأن نعلن للعالم أننا قادرين معا على التحدي وعلى فرض إرادة هذه الدولة على ما عداها من إرادة. صحيح 100%. انا بشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير استاذ احمد ناجي امحى، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه، خصوصا في اشارته المهمه جدا لما تفضل بيه فخامه الرئيس حول اعاده تشكيل لجنه العفو الرئاسيه، ايضا ابداء الرئيس سعادته بخروج مجموعه كبيره خلال اليومين الكام يوم اللي فاتوا يعني تحديدا من الشباب الذي يحمل لواء المعارضه. تاني، اختلافك في الراي لا يفسد للوطن، لا يفسد لمصر أي قضية على الإطلاق.